إذن مشاهدي شوف تي في، تحية طيبة لجميع متابعي المتابعات. كنحييكم من أسواق مدينة وجدة بطبيعة الحال. كما كتشوفوا معنا ركود تجاري بامتياز، محلات فارغة، كنشوفوا الناس يعني غير كيدورو كيتسارو كيتمشاو في السوق صافي، ولكن المحلات كلها فارغة، ما فيهاش الناس اللي كتشري للأسف إلا القليل. هذا كيعبر على انه فلوس ما دايرهاش. كاين هناك كاساد، غادي ندخلوا لهذا السوق مشاو اللي هو سوق طنجة بطبيعة الحال، وغادي تشوفوا معايا الاجواء كي دايره. يعني السوق شبه فارغ، الناس قدال، المحلات كلهم الناس اللي تشري ما كانش. وازن كان ناس قلال في السوق. انا ودي هذه أسواق تاع مدينة وجدة. كنشوفو معنا تاع مكياج، كلشي خاوي. كاين واحد الركود تجاري كبير هنايا، سلة تاع ملابس أحذية وكل شيء فارغ، لأنهم أصحاب المحلات. حنا رحنا واحد الملاحظة حتى في السوق ديال السمك، ولاحظ واحد الناس قال لك كاين واحد الإشكالية ديال أسواق ديال السمك، ورجعت تعمر غير بالعشية، الناس عاد كيجيو يشريو. كما كتشوفو هادو من أشهر الأسواق اللي كاينين هنا في وجدة. حركة قليلة، وأننا في يوم السبت يعني الناس كتحرك. كما كتشوفوا معنا
صورها برا نرجعوا لداخل شوفوا معايا السوق كيفاش دايره. خاوية القضية بزاف أزمة صراحة. كما كتشوفوا يعني الاسواق لداخل وعلى برا كل شيء خاوي للاسف. ركود تجاري كبير لقيت انت بعدا الناس كتكون فاخت كتخرج كل شيء محلات كل المحلات فارغه. نتمنى الخير. نجيو لجهة أخرى باش تشوفو المويا. نهضر معاك اخويا صافي خير هاني زياد الله يحفظك. عادوني الشطره زياد علاش الله يحفظك والله لك شي خير الله يعطيك الخير بارك الله فيك. صورتني ديك المرة من الدوار.